زيارة يا عاشوراء بروس القربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ساق الله وابن ساره والوتق الموتوق، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمت مصيبتك بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت عظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس ظلم وجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعنكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله ممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية خاطبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمغا، ولعن الله أمة أسخجت والجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عصم مصابيبك، فأسأل الله الذي أقام مقام وأقامني بك أن يرزقني طول بصارك مع إمام منصور من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أساس ظلمي وجوري عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. مرئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمفالاتكم ومفالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طول بصاري مع إمام هدى زارهن ناطق بالحق منكم،
وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمسابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد أكباد دل العين ابن العين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكففه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعافية ويزيد ابن معافية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إن يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشارعت وبارعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار. ولا جعله الله واقف العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قص أنت أول الظالمين باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مخجان وعمر بن سعد وشمعان وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفعة الحسين عليه السلام يوم الخروج وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.